اكتر واحده منظمه بجد. طابور واحد، اماكن بتدخل ازاي، ناس مستريحه، حد على الكمبيوتر بيكشف على الاسماء، بيتكلم يكتب الاسماء، منظمه صراحه. لازم نشيد بده. المستشار عمر مروان الامين عام لجنه الاولى للانتخابات، تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ احمد. طمنا على اول يوم مشي ازاي يا فندم في تلقي الطلبات؟ الحمد لله اول يوم مشي بانتظام تام ومرضي للغايه. الحمد لله كل اللجان فتحت في مواعيدها، مفيش شكوى من ان في لجان اتاخرت. حصل بعض التزاحم في عند فتح بعض اللجان، ولكن بمرور الوقت هذا التزاحم خف وانتظمت الامور ومشيت الدنيا على ما يرام الحمد لله لغايه قفل الباب الساعه 5. تقريبا عدد النهارده اللي قدموا طلبات قد ايه تقريبا؟ انا لسه قاعد بحصرهم. يعني لسه ما، لكن اقبال كويس. بنتكلم في الاف مثلا؟ لا لسه ما وصلناش الاف. لسه ما وصلناش الاف. لا لا، لكن مئات. 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 اكثر الاقبال تقريبا فين؟ لان انا شايف محافظات مختلفه. في القاهره، في اسيوط، في المنيا. هنا فيها برضو اقبال شديد. المنصوره. فاحنا عمالين لسه بنحصر دلوقتي. ابرز الشكاوى اللي جات لكم يا فندم النهارده؟ والله الشكاوى كانت النهارده ما كانتش بسبب اعمال اللجنه، كانت بسبب تزاحم الناس للتقدم للترشح. نعم. فكانوا هم مش منظمين، كانت في ناس واقفه على اساس تنظم. لكن للاسف الناس ما بتلتزمش. بالعافيه على ما بداوا ينتظموا ويلتزموا بالدور، كل واحد عايز يسبق وعايز يروح الاول ومش عارف ايه كلمه الاسبقيه، لما هيدخل الاول هيستفيد ايه؟ انا مش شايف حاجه تستدعي كل هذا التقاتل والتزاحم على انه يسبق يكون في الاول. لان هو هيكون اللي فيها انه هيختار الرمز بتاعه. ما هم كله رايح الاول عشان الرمز يا فندم. يا استاذ احمد، هو الرمز اللي بينجح؟ لا طبعا. انا بستغرب. وبعدين هو كل اللي هياخده رمز واحد. والباقي هيبقى هيسيبه لغيره. فالدنيا والرموز يعني كلها الحمد لله، لو شفت الجدول وهو معلن. نعم. كلها رموز كويسه. نعم. واستبعدنا الرموز اللي سيئه او اللي ممكن تجيب اقاويل او بتاعت احزاب اخرى سابقه. كل ده شلناه. فالتزاحم ملوش اي مبرر غير ان الناس متعوده على كده. فحضرتك بتنصح على الانتظام. يعني حضرتك بتنصح الناس يا جماعه بلاش الزحمه ديت، في اي وقت تروح وهتاخد الرمز بتاعك، واي رمز هتاخده مش هو الفارق يعني، ولا هو الاساس، هو اللي هينجح. مش هو حاجه ثانيه. حاجه ثانيه يا استاذ احمد، اتفضل. المحاكم عامله ارقام. يعني اللي يجي نمره واحد ياخد الرقم ويقعد يستنى. لا هو مش عايز ياخد الرقم ويستنى، عايز ياخد الرقم ويقف برضه. طب ليه؟ مش فاهم يعني. هي شويه سلوكيات، ارجو ان الناس يعني تحسن من سلوكياتها شويه. هل في احزاب طلبت انها تاخد او تحجز رموز بعينها قبل فتح الباب؟ مفيش حد يقدر يحجز رمز بعينه. لا يمكن. عشان تتخصص رموز القواعد منشوره ومعلومه سلفا للكفه ومنشوره في الجريده الرسميه ومعلنه. قواعد محترمه ومنضبطه المعروفه للكفه. نعم. اللي عايز ياخد رمز لازم الاول يقدم. وانا هديك رمز قبل ما تقدم للانتخابات ازاي؟ لانه سمعت كده ان البعض طلب من اللجنه العليا حجز 4 5 6 رموز. ما يطلب يا بيه. يطلب. كل واحد يطلب اللي هو عاوزه. لكن التنفيذ يعني حضرتك بتقول لي انه حتى لو في طلبات ان اللجنه مش هتمنح اي حد لا حزب ولا مستقل ولا غيره رمز بعينه. لا يمكن. لكن في قواعد محطوطه. نعم. ازاي؟ لو كان في حزب سابق واخد رمز. وهو رمزه المعتاد في الانتخابات السابقه. فاذا تقدم للترشح يبقى من حقه ياخد الرمز ده. نعم. واخد بال حضرتك؟ نعم. دي قواعد معلنه ومنشوره. ما تقدمش للترشح يبقى مش هياخد الرمز ده. الرموز يا فندم هتبقى بعد ما قفل الباب واعلان النتيجه النهائيه لمين الاعداد او قبول مين ورفض مين وكده. بالظبط. نعم. بالزبط. يعني مش دلوقتي، يعني ما حدش هيعرف النهارده الرمز بتاعه. كل واحد هيقدم ويقول انا عايز رمز كذا، هياخده او مش هياخده. في نهايه فتره الترشح هتعلن النتيجه مين قبل ورمزه ايه. طيب ترتيباتنا ترتيبات اللجنه بالتنسيق مع الجهات المعنيه، يعني احنا كمان اي اجراءات تتعلق ب
اللجان والحاجات دي والمدارس والاجازات والكلام ده، انه ده بيتم دلوقتي. تم يا فندم، مش بيتم. تم. الفترة اللي فاتت كلها كنا قاعدين بنعمل ايه؟ بنجهز. لذلك حضرتك هتلاحظ ان اول ما اعلنا، ما سيادة القاضي الجليل ايمن عباس اعلن عن بدء السباق الانتخابي، كانت كل القرارات منشورة ومعلنة، كل القرارات. لان احنا طبعا وكنا مرتبين نفسنا تماما ان احنا اول ما نعلن تكون القرارات كلها منشورة ومعلومة للكافة، ناقص بس الناس تقرأ. طيب. الناس تقرأ عشان تعرف ان مفيش سبب لهذا التزاحم ولا هذا التكالب على الاسبقيات. بالنسبة للشهادات الطبية، وسيادة المستشار ايمن عباس قال انها صالحة اللي قدم، ولكن جايز يكون جد جديد لدى مرشح ما، مين اللي هيفصل انه هذه الاوراق ما زالت سارية او صالحة، او انها يعمل كشف جديد؟ احنا طبعا قبل ما نعمل القرار بتاع الكشوف الطبية تم استطلاع رأي معالي الدكتور وزير الصحة، وقلنا ان القرارات القديمة كلها سارية، واللي هيكشف جديد لازم ياخد الاقرار التقرير بنفسه ويقدمه بنفسه للجنة خلال فترة الترشح. يعني هو هيقبل منه ايصال انه حلل، لكن لازم هو بنفسه طالب الترشح هو اللي يروح يجيب نتيجة التقرير التحاليل بتاعته، وهو اللي يقدمها بنفسه للجنة المحافظة. نعم. مش ما يقولش ده وزارة الصحة اللي هتبعتها للجنة، الكلام ده مش سليم. احنا بنأكد تاني، كل واحد عمل تحليل هو اللي ملزم يروح يجيبه ويقدمه للجنة المحافظة. نفترض انه عمل التحليل وما جابش نتيجة التقرير والباب اغلق، هيرفض طلب. طيب، انا النهاردة مقيم في الخارج، قاعد في المملكة العربية السعودية، في الكويت، في الامارات، في اي دولة، في بريطانيا، المهم، وعندي انتخابات المرحلة الاولى، الصعيد، اسيوط، سوهاج، انا ازاي انتخب ازاي وانا موجود بره؟ هتتم ازاي الحكايه دي يا فندم؟ اولا من حق اللي بره يترشح ويكشف طبي بره برضه، وفي مستشفيات معينه معتمده من السفاره ووزاره الصحه هيجري فيها التحاليل الطبيه. ثانيا بالنسبه للانتخابات، كل سفاره هيبقى فيها مقر، والجاليه هتروح تنتخب عادي بالبطاقه او بالباسبور. وهيروح ينتخب عادي ومفيش اي مشاكل. وتم التنسيق مع وزاره الخارجيه في هذا الشان. يعني حضرتك بتقول لي حتى لو قاعد بره ممكن يترشح؟ ممكن يترشح وقاعد بره. يترشح في اي دايره؟ يعني قاعد بره ويترشح في الدايره اللي حسب، في الدايره اللي هو عايز يترشح فيها هو حر. المهم انه يبقى مقيد في قاعده بيانات الناخبين. نعم، اللي جوه ولا اللي بره؟ لا، قاعده بيانات الناخبين اللي جوه، ما هي اللي بره دي نسخه بقى، جزء من اللي جوه. نعم، جزء من اللي جوه. نعم. طيب، فالناخر انا عايز برضو حكايه بره، ان هي كمان عامله لغط عند الناس، انه الاوراق اللي موجوده هنا في دايره ما، دايره مثلا مصر الجديده، مدينه نصر، او ايا كان اسم الدايره، نفس الاوراق اللي هنا هي اللي موجوده بره بالظبط. نعم. نفس المرشحين هيلاقيهم قدام منه، الورقه اللي هنا هي الورقه اللي بره. طب هو اللي قاعد بره هيعتمد في الحاله دي ان يبقى عارف المرشحين ازاي؟ واضح من خلال الاعلام، ما هيبقاش عنده وسيله تانية. طبعا هيبقى من خلال الاعلام والدعايه اللي بيعملها المرشح. بشكرك شكرا جزيلا، مستشار عمر مروان، الامين العام للجنه العليا الانتخابيه.